انت معطى، وما دام انت معطى ولم تستنكف ان يعطيك ربك ما تستنكفش بقى انك تدي للغير، لانك انت مما رزقناهم يعني مش بتاعتك، يعني مش بتاعتك. عشان يمنع ايه؟ يمنع تعالي النفس وغرورها عند العطاء. لما يمنع تعالي النفس وغرورها عند العطاء بيرد هو الى انه بيت سفلة، هو واخد. وما دام انت واخد يا اخي يبقى ما تستعليش على من تعطيه. ولذلك كان الحق سبحانه وتعالى حين يريد من ولي الامر ولاية ايمانية بمعناها الحقيقي المراد لله، ان هو اللي ياخد الزكاة وهو اللي يعطيها للفقراء. ليه؟ حتى يحمي المعطي من غرور الاعطاء، وحتى يرفع عن الاخذ ذلة الاخذ من المساوي. لان لما اخد من ايد رئيسي وملكي وحاكمني مش زي واخد من ايد واحد تاني، لانه هم بولايته للامر مكلف بيه. فلما انا اخد منهم، ولذلك كانوا يقولوا زمان كده الملوك لا يستحى من مسألتهم، يعني الناس ما تستحيش تقول الدين انا عايز، لان هو المفروض فيه انه لازم يبقى كده. انما مثلا لما يجي مثلا الانسان يجي في الحارة يتصدق على المساوي، من جايب من اولادي واولاد الاخذ، واولاد الاخذ يشوفوا ان هم بياخدوا مني، واولادي يشوفون ان اللي بديهم. تعمل عملية كركبة اجتماعية، كركبة اجتماعية. دي لما يكون ولي الامر الايماني هو اللي واخد وبيدي، يبقى ما فيش فيه لا استعلاء ولا كبرياء من المعطي، ولا ذلة ولا استخزاء من الاخذ. اذا فإيمانية ولي الامر بترفع الحرج عن الناس في امور كثيرة. اللي ما يقدرش على انه يمشي حكم في بيته يمشيه ولي الامر، فهم ولا لا؟ يبقى اذا ولي الامر حين يكون له ولاية ايمانية بيحمي الناس من ايه؟ من ضعفها. حتى انا ما اقدرش اعمر مثلا اهلي، ما اقدرش اعمر بنتي، انما نقول ولي الامر بس ابقى انا احمي نفسي بايه؟ في ولي الامر. يبقى ولي الامر لما ما يكونش ولايته ايمانية يبقى بيتعب الايه؟ بيتعب الناس وبيفضح الرجالة وبيفضح. فولي الامر لما يكون ولايته ايمانية هيفصل كل الرجالة وكل يعني مثلا لما يجي الرجل كده يشوف امرأته ماشية متهتكة في الشارع ولابسة لي عاملة لي زي مش عارف ايه، ولا شايف امه برضو ما لابسة لبس ما يناسبش انها انها ام، ولا مسألة سخيفة قوي. انما حين اكون ولي الامر بقى هو اللي عامل، يبقى انا ماليش ايه؟ ماليش كلام. بدل ما تشخط فيا وتقدمني، بدل ما يمنعوا عني المطلوب، بدل ما يضطهدوني، يبقى المسألة محمية ايه؟ محمية في ولي الامر. فلو علم ولي الامر كان ينقذ من رجولات الناس، كان يتقرب الى الله بان يحمل عن هؤلاء جميعا ان ينفذ حكم الله على الناس ايه؟ جميعا. وبذلك الضعيف يتوارى في ايه؟ في ولي الامر. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. اقامة الصلاة، اقامة اي شيء يعني جعله مستويا لمهمته. تقول ايه؟ اقام الغصن. الغصن عادة لما نقطعه مثلا من شجرة يبقى فيه ايه؟ شوية عود، شوية كده، شوية فروع كده، ونقطعها يقوم لما يجي ايه؟ يقوم يقومها كده ويخليها ايه؟ يبقى اقامة الشيء يعني ايه؟ جعله مستويا لمهمته، جعله مستويا لمهمته. مش ضروري يكون عدل يعني، لان قد تكون مهوته فانه ينعوج شوية مثلا. يبقى اقامة الشيء جعله مستويا لمهمة، واقامة الصلاة يعني جعلها ايه؟ مستوية لاداء مهمتها. فكل شيء مستوي لاداء مهمته يقال له ايه؟ انك اقمته. ولذلك السوق اللي رايجة وربحت ومشيت وفيها تجارة يقول لك ايه؟ اقامت السوق، يعني سوق مشية، سوق مشية. يبقى الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ايه؟ ومما رزقناهم ايه؟ ينفقون. وهنا تلحظ ان كلمة الزكاة ما جاتش،
انما كلمة النفقة وكلمة الانفاق دي اوسع شوية من الزكاة، اوسع شوية، لان الانفاق ده يجي نفقتي على نفسي، يبقى اكنني لازم نعمة ربنا تظهر علي وانفق على اهلي وانفق على الفقراء من الزكاة وانفق على غير الفقراء بالهبة والصلاة. هدية إذن ومما رزقناهم ينفقون، محددتهاش فين، علشان تدي أريحية واسعة للإيمان، أريحية واسعة للإيمان، يعني نفقتي على نفسي، نفقتي على أهلي، نفقتي مثلا على أهل الزكاة، نفقتي مثلا على الأحباب، كل دي داخل في إيه؟ كلمة إيه؟ نفقة. إذا نظرنا إلى أن كل صفات الإحسان الموجودة في المناهج تنحصر في هذه الثلاثة، القلبيات الإيمانية خلاص، والقالبيات الخضوعية في الصلاة، والأريحيات البدنية. لما تيجي بقى تاخد القيم في معناها التواضعي، تقوم تجد الصلاة دي ساعة ما تدخل كما قلنا منتهى الخضوع، لانك بتجيب اعلى شيء مع اوطى شيء، مع القدم، الراس مع القدم، والمهم ما تصليهاش بدروة بنزوة، يعني في خلوة، لا، قدام الناس كلها. فاللي شاف القامة المنتصبة واللي شاف الجاه واللي شافك ايه سجد لله. يبقى اذا استطراق، زي ما قلنا استطراق الايه، استطراق العبودية دون دي تمنع الغرور الكبريائي في النفس البشرية. ان كانت وظائف المجتمع تقتضي تميزا، فوظائف العبودية تقتضي تساويا، ويبقى القدر الجامع بيني وبينك في اي عمل عملك، مش انت رئيسي ولا انا مرؤوس لك، انما عملك قد يكون رئيس عملي، انما انت مش رئيسي. شوف الفرق بين الاثنين، يبقى العمل هو اللي ايه، تركيبة العمل، ان العمل ده فوق ده، مفهوم؟ ولذلك قد اكون خيرا منك ان كنت مرؤوس مثلا كويس مثلا. فلما تيجي للصلاة تجدها عملنا الايه هذا الوضع، وايضا تعطي انك اذا ما قدمت انسانا لامامتك، يبقى معناه انك انت ايه طوعه، بس طوعه الامتي، لا تستطيع ان تقول الله اكبر مع انها عبادة الا اذا قال هو الله اكبر، ولا تستطيع ان تركع الا اذا، ولا تستطيع ان ترفع رأسك الا اذا. ليه؟ لانك انت خولت له هذه الايه، هذه المهم. لكن طالما هو ماشي على المنهج اللي حكمه حكمه ماليش كلامه اياه، لكن اذا شاد شوية بقى وتروح سبحان الله وتروح معدله، يبقى علمني ان الولاية في كل شيء بحسبها، من بهواش رقعة الولاية، خد الولاية على قدها، هي في ايه، في كذا، ما تعدهاش لكذا، وإلا لو تعدت لكذا هقول لك لا، هقول لك لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الايه. ولو أن كل ولاية ظلت محجوزة في مكانها الطبيعي لما أنف واحد من ولاية أحد عليه. ليه؟ لأنه هيبقى في خدمتك، هيبقى. لكن اللي بيخلي الناس، ليه بيخلي الناس مثلا تتسامح الى انه يبقى هو الحاكم ويعمل انقلاب زي ما بنشوف في الدول كده؟ ليه؟ لانه شايف الحاكم مش في اطار الولاية، بل هو مزود الايه، والاخوان ليه ما بقاش، انما لو كان شايفه في اطار الولاية يقوم لا يراه الا شقيا بالحكم، لا يراه الا متعبا بالحكم، فبدل ما يستشرف ويتسامع على انه يبقى حاكم يقول الله يعينه يا شيخ ويبعد عنا الحكاية دي. ايه اللي بيخلي الناس تستشرف؟ انهم واخدين الرقعة اوسع من المسألة، وليتهم يختصرون على الرقعة في ذواتهم، يمكن